حياكم الله مشاهدين أينما كنتم، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من جرائد نستهلها كما عودناكم دائما بعناوينها. في الراية القطرية مباريات، ست مباريات في 90 دقيقة. في الراية القطرية كذلك أمل المرخية الغريق تصطدم بالبطل. في الوطن القطرية متولي أعتذر عن إساءة فهم تصريحاتي. في الشرق القطرية ماراثون المياه المفتوحة على كورنيش الدوحة اليوم. في الراية الكويتية كاس تصدت لمحاولات المحامي السويسري إيقاف قرارات الفيفا. في الجمهورية اللبنانية نتابع العهد يستعيد الصدارة، هل يقبل النجمة؟ في المنتخب المغربية منير المحمدي الرسمية ليست ملكا لأحد. في موندو ديبورتيفو الإسبانية رسميا اعتماد تقنية الفيديو في مونديال روسيا 2018. في ماركا الإسبانية أليغري أقصين برشلونة العام الماضي وقد نتغلب على الريال. في ديلي ميرور الإنجليزية كلوب يكشف خطته للتغلب على السيتي في دوري الأبطال. في كيكر الألمانية مولر هدفنا الفوز بلقب الأبطال. مشاهدينا من العناوين إلى التفاصيل فلا تذهبوا بعيدا. نحييكم مشاهدينا من جديد، الجولة على شارع الصحافة في جرائد نستهلها اليوم من الدوحة، ونبدأ بغلاف صحيفة الراية القطرية. ترقب لحسم صراع المربع والهبوط في الجولة الأخيرة للدور العام اليوم، 6 مباريات في 90 دقيقة. ندخل إلى تفاصيل مباريات اليوم في صحيفة الراية، فماذا عنوانات الأخيرة عن مباراة أم صلال والريان؟ نطالع. لا بديل عن الفوز اليوم في جولة الأمتار الأخيرة، أم صلال يصارع الريان على أبواب المربع. لو دروب مدرب الريان يصرح ويقول سنلعب للفوز ولن نتهاون، أما القرقوري مدرب أم صلال أتمنى أن يلعب الريان بأفضل تشكيلة. نواصل جولتنا في صحيفة الراية مع تقديمها لمباريات الجولة الأخيرة، ونقرأ هذا التقديم لمباراة أخرى. الفوز هدف الفهود في واحدة من أهم وأبرز لقاءات الجولة 21، نقاط العربي مطلب جماهيري في الغرافة. مباراة صعبة التكهن في ظل التصاعد الواضح في إمكانات الفريقين. لوكا مدرب العربي صرح وقال لأول مرة نلعب بدون ضغوط. بولنت مدرب الغرافة نطمح للفوز للحفاظ على مركزنا. ماذا قالت الراية عن المباراة الساخنة اليوم بين المرخية والتحيل؟ نتابع. متسلحا بنشوة الانتصار الأخير على الأهلي، أمال المرخية الغريق تصطدم بالبطل. بالماضي صرح وقال نسعى لإنهاء الموسم بدون خسارة، أما عدل السليمي المرخية ظلم نفسه. نغلق صحيفة الراية مشاهدينا، نفتح صحيفة الشرق التي كتبت المنشط الآتي على الغلاف. جماهير الغرافة وأم صلال والخريطيات والخور والمرخية يترقبون مصير أنديتهم. ليلة منتظرة، 6 مباريات في توقيت واحد بالجولة قبل الختامية. وفي الصفحة ذاتها كذلك نطالع ونقرأ، الفيفا يرفع الحظر عن الملاعب العراقية. إذن مشاهدينا كما هو وارد في الصحيفة نطالع مع بعض هذا الخبر المفرح لجماهير العراق، حيث أن الفيفا رفع الحظر عن 3 ملاعب عراقية وهي متعلقة بكربلاء وكذلك أربيل والبصرة.
إذن مشاهدينا، ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة وعبر الهاتف من بغداد الأستاذ إياد الصالحي، مدير تحرير الرياضة في صحيفة المدى العراقية. أهلا بك معنا. أهلا بك جميلة منال، مساء الخير عليك على مشاهدي قناة الكأس. شكرا لك، نبارك لك أول شيء رفع الحظر على هذا الخبر المفرح الذي أفرح أكيد الشارع العراقي. كيف استقبل الشارع العراقي بداية أنباء رفع الحظر عن 3 ملاعب؟ ألك أن تضعنا في الصورة؟ بطبيعة الحال نبارك لأنفسنا وللعرب جميعا ولكل الأصدقاء القرار التاريخي للاتحاد الدولي برفع الحظر عن الكرة العراقية، وهذا القرار بما يمثله من إعادة الحق للجمهور العراقي بعد صبر طويل دام لأكثر من 3 عقود. بطبيعة الحال الحق هنا منح بشكل منقوص، ولا نريد أن ننقص عن هذه الفرحة على اعتبار أن مؤسسة كبيرة مثل الاتحاد الدولي أغمط حق العاصمة بغداد، وهو يعي جيدا أن بغداد الآن تنعم بسلام وأمان، كان يفترض به أن يأخذ بنظر الاعتبار هذا التطور. لكن هذا سؤالي يتعلق بما تقول، من يتحمل مسؤولية عدم وجود، نعم أقول عدم وجود بغداد أيضا في الملاعب المرفوعة عنها الحظر؟ سؤالي متعلق ببغداد. زميلة ملال، الوضع كما يعلم الجميع الوضع مستقر في بغداد، وأكبر على ذلك ما اطلع عليه الوفد القطري وكثير من الوفود في الآونة الأخيرة. لكن كانت رؤية إنفانتينو اتحاد الفيفا رؤية ضبابية، لم يعطي التفاصيل كثيرة، ورمى الكرة في ملعب العراق، وكأن الاتحاد أو مسؤولي أمل رفع الحظر كانوا متأخرين بعض الشيء في طرحي أو في طلبي رفع الحظر عن عاصمة بغداد. هذا الأمر يبدو بصراحة يحتاج إلى تفسيرات أكثر من الأخوة المعنيين، لأن رفع الحظر عن المدن الثلاث هو مكسب كبير نعم بعد 3 عقود من التأخير، لكن العاصمة بغداد أنا أرى أي استحقاق للكرة العراقية وللوطن من دون أن تكون بغداد هي صاحبة القدح المعلى في هذا الأمر يصبح هذا الحق منقوص، لأنه بغداد العاصمة تشهد هي الأخرى نشاطات، وهناك دوري منقول عبر قناتكم الموقعة وعبر كل وسائل الإعلام، وتشاهدون بطبيعة الحال تفاعل أكثر من 60,000 متفرج مع كل الأحداث اليومية. هذا الملف طيب أستاذ إياد، ليس لدي الكثير من الوقت، لو سمحت باختصار ما هي التوقعات؟ هذا آخر سؤالي، ما هي التوقعات لبطولة الصداقة التي من المفترض أن تقام في البصرة بعد هذا القرار، وما أثر بطبيعة الحال؟ نعم، بطولة الصداقة قائمة الآن، وهناك تنظيم وهناك إجراءات يعني تؤكد على نجاح هذه البطولة بمشاركة الشقيقين القطري والسوري، وهذا الفعل الطيب بصراحة أن تقام يعني مباشرة بعد هذا القرار، وهي ستكون بطولة أولى تختبر فيه كل الملاكات الإدارية والتنظيمة والأمنية، ونحن على ثقة كاملة بمساهمة الأشقاء في قطر والسعودية وكل الدول العربية بإنجاح هذه المبادرة. أنا لو تسمحين لي فقط الإشارة، نعم يجب أن لا نغالي في المشاعر يعني دعوات الفرح، لأننا سبق وأن لم نستفد من المبادرة والقرار الجريء للرئيس الأسبق للاتحاد الآسيوي الأستاذ محمد بن همام عندما منح، وهو كانت يعني كان سباق في منح العراق فرصة اللعب على أرضه في أربيل، لكن حدث هناك أخطاء في التنظيم ما أقصى العراق عن معاودة اللعب على أرضه. يجب أن نحذر هذه المرة. نعم، نكتفي بهذا القدر. اتضحت أستاذ إياد، شكرا جزيلا لك من بغداد أستاذ إياد الصالحي، مدير تحرير الرياضة في صحيفة المدى العراقية، شكرا جزيلا لك، نبارك لكم مرة أخرى على هذه الفرحة، ونتمنى إن شاء الله أن تكتمل. مشاهدينا، نواصل قراءتنا من الشرق وعن مباراة أخرى في دوري نجوم QNB، نتابع.
الليلة في مواجهة صعبة على استاد جاسم بن حمد أسد بمن حضر والخور للنجاة من الخطر. نصيف البياوي لقاء حياة أو موت. فيريرا سعد الشيب يستحق التكريم. بعيدا عن كرة القدم نقرأ هذا الخبر من آخر الصفحات من ملحق الشرق الرياضي في حلقة اليوم. تحت رعاية سعادة الشيخ جوعان بن حمد ماراثون المياه المفتوحة على كورنيش الدوحة اليوم، خليل الجابر يصرح ويقول مرحبا بالجميع لمتابعة الحدث العالمي. إلى ملحق الوطن الرياضي ونرصد منه هذا التقديم لمباراة جديدة في دوري النجوم. مواجهة بين الضغط والأريحية، الخريطيات يواجه مصيره أمام القطراوي. معتز ماجد هدفنا تحسين مركزنا، أما مبارك سعيد لأننا تجاوزنا الخطر. ياسر السباعي مباراة الموسم بالنسبة لنا. حوار اللاعب المغربي محسن متولي في الوطن أثار العديد من ردود الفعل، مما استدعى توضيحا من اللاعب في الصحيفة ذاتها. ماذا قال يا ترى؟ نتابع. محسن متولي يؤكد بشجاعة للوطن الرياضي بعد أزمة التصريحات الأخيرة. أعتذر عن إساءة فهم تصريحاتي، أحترم الجامعة الملكية المغربية والمنتخب الوطني، لا أقصد الإساءة لشخص بعينه ولا حتى المدرب، لم أتحدث عن أي رشاوة لأن هذه ليست أخلاقي. معظم الصحف القطرية ركزت اليوم بطبيعة الحال على الجولة الأخيرة من الدوري، ومن صحيفة العرب نتابع منشط الملحق الرياضي. امتحانات عسيرة للنجاة من الهبوط، الجولة 21، توقيت واحد ومصائر مختلفة. العرب تناولت قائمة العنابي لدورة الصدقة في بغداد وقالت، نتابع. العراق يواصل استعداداته لاستضافتها، سانشيز يعلن قائمة المنتخب لبطولة الصداقة اليوم. وأخيرا إلى غلاف استاد الدوحة الذي دار أيضا في فلك الجولة الأخيرة من عمر الدوري. ترقب يحبس الأنفاس. باستاد الدوحة ننهي جولة على الصحف القطرية، ننتقل إلى الكويت ونبدأ من العنوان الرئيسي لصحيفة الراي. تصدت لمحاولات المحامي السويسري إيقاف قرارات الفيفا. كاس ترفض طلب الشق المستعجل من الاتحاد المنحل. في التفصيل، رفضت المحكمة الرياضية الدولية كاس طلب الشق المستعجل الذي تقدم به محامي اتحاد كرة القدم المنحل السويسري وكاتارسيا لإيقاف قرارات الاتحاد الدولي للعبة، والتي عقبت رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية. يذكر أن من بين القرارات تعيين لجنة تسوية من أجل الكويت التي سيكون من مهامها الدعوة إلى انتخابات لاختيار مجلس الإدارة الجديد للاتحاد. نبقى مع الراية الكويتية مشاهدينا، إنما هذه المرة مع مقال حمل هذا العنوان. نفاق لجنة التسوية، بقلم مطلق نصار الذي انتقد قرارات لجنة التسوية التي رأى أنها تجامل وتتودد للأندية المحلية على حساب حكام كرة القدم في الكويت. الكاتب قال، عندما تأتي اللجنة بحكام خليجيين مستواهم ذات مستوى حكامنا المحليين، بل أحيانا أفضل منهم، تحت حجج واهية ومضحكة تتلخص في حماية للحكم الكويتي، بينما هي تدوس في بطنه، تطعن في قدراته، وتعلن عن عدم ثقتها في مستوى التحكيم المحلي. مصيبة أن معظم فرقنا الكروية المحلية التي تلعب في دوري فيفا تعلق أي خسارة تتعرض لها على شماعة الحكام، لأن هناك حكما أنذر أو طرد لاعبا واحتسب أو فوت ركلة جزاء أو ألغى هدفا واحتسب آخر غير صحيح في نظرهم أو احتسب وقتا إضافيا مبالغا فيه، رغم أن أخطاء التحكيم واردة إن وجدت. وبنظرة إلى مباريات في الدوريات الأوروبية نشاهد يوميا أخطاء وبلاوي تحكيمية تعلق لها المشانق.
عندما تفقد لجنة التسوية الثقة في حكامنا المحليين وترضخ لعدد من الأندية وتمشي مع رأيها لكي ترضى عنها ويقولون إنها خوش لجنة، تأتي لجنة التسوية لتقضي على الحكم الكويتي وتبعده عن إدارة مباريات مسابقاته المحلية في تصرف أقل ما نقول عنه بأنه متسرع وغير مدروس وبه الكثير من النفاق للأندية الرياضية. نواصل جولتنا على الصحف الكويتية وننتقل إلى صحيفة الأنباء ومنها نطالع. نبدأ من يسار الصفحة الأولى لملحق الأنباء الرياضي. الأزرق يستهل تدريباته غدا استعدادا للأردن، وفي عنوان آخر نتابع مع بعض، حقق فوزا ثمينا في انطلاق جولة 16 من دوري فيفا الممتاز، السلمية يحتفظ بالوصافة من بوابة التضامن. أيضا نقرأ الكويت والنصر خطوة نحو اللقب. من الكويت إلى عمان ومنشأة الصفحة الأولى لملحق صحيفة عمان. عمومية اتحاد الكرة تناصر الأحمر في موقعته الأسيوية. أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة العماني سيتوجهون إلى الملعب لمساندة الأحمر في مهمته الأسيوية والتي يحشد لها اتحاد الكرة الجماهير في المباراة أمام فلسطين. الاتحاد العماني قرر فتح الأبواب بالمجان للجماهير لضمان دخول أكبر عدد ممكن من المشجعين، طبعا لدعم أبطال كأس الخليج الأخيرة لمواصلة الانتصارات والنتائج المشرفة. مستمرون مع صحيفة عمان ومن صفحة داخلية نتابع. الإخفاقات المحلية والقرية تقود السويق للإطاحة بصائد البطولات. قرار مجلس إدارة نادي السويق بإقالة مدرب الفريق الروماني إلي بلاتشي من تدريب الفريق جاء بعد النتائج المتواضعة التي ظهر بها نادي السويق في مبارياته السبع الأخيرة في جميع البطولات المحلية، لا سيما الخروج من بطولة الكأس وتحديدا من الدور ربع النهائي على يد نادي السيب. نذهب إلى الصحف الأردنية والأبرز هناك نتابعه من خلال عناوين صحيفة الرأي. مباراتان في ختام الأسبوع 19 من دوري المناصير للمحترفين اليوم. أخضر كمان وكمان، الرمثة 1 لحسين 0 مفترق طرق، منشية بني حسن 0 الوحدة 3 في مأمن. إلى لبنان، ماذا في أبرز عناوين صحيفة الجمهورية اللبنانية نطالعه دائما مع بعض. العهد يستعيد الصدارة، هل يرضى النجمة؟ أنظار عشاق كرة القدم اللبنانية اليوم تتجه إلى ملعب مدينة كامل شمعون الرياضية الذي يستضيف لقاء ديربي بيروت ولبنان بين الأنصار والنجمة. فريق النجمة يأمل في تحقيق الانتصار بعد فوز العهد أمس على الصفا في الجولة 20 ليتصدر الترتيب العام لبطولة الدوري اللبناني بفارق نقطتين عن النجمة. بدوره تنتظره مهمة صعبة اليوم أمام الأنصار. نتحول الآن إلى صحف شمال إفريقيا والعنوان التالي من المنتخب المغربي. الوصفة التونسية تتربص ببركان. الصحيفة المغربية قالت حرب نفسية كبيرة يحاول الإفريقي التونسي ممارستها على نهضة بركان، مستفيدا من خبرته الكبيرة بالأدغال الإفريقية ومن قلة خبرة وتجربة لاعبي النهضة. المنتخب تحدثت عن حقن للأجواء وحقن للأجواء كذلك ووعيد وتهديدات بهدف إرباك لاعبي النهضة البركانية في وقت شددت فيه إدارة الفريق المغربي على ضرورة عدم الانسياق وراء استفزازات المنافس التونسي، مع التأكيد على أن الرد سيكون بالميدان وليس خارجه. نبقى مع المنتخب التي نشرت على صفحتها اليوم الجزء الثاني من الحوار الذي أجرته مع حارس أسود الأطلس، نتابع أبرز ما قاله في هذا الحوار. منير المحمدي، الرسمية ليست ملكا لأحد. الدولي المغربي وحارس مرمى نومانسيا الإسباني أكد للمنتخب ثقته بالعودة إلى مستواه الحقيقي، وأن المدرب الوطني إيغفي غونار يتأسف لجلوسه احتياطيا. المحمدي قال سأظهر كامل الحماس عندما ألتحق بمعسكر المنتخب المغربي في تورينو الإيطالية لأكون جاهزة.
مضيفا حراس كثر كانوا يجلسون في الاحتياط ويلعبون مع منتخباتهم الوطنية مثل روميرو الأرجنتيني الذي كان دائم الحضور مع منتخب بلاده رغم عدم لعبه أساسيا مع مانشستر يونايتد. جولتنا على الصحافة العالمية نسهل من موندو ديبورتيفو الكتالونية والتي كتبت: رسمياً اعتماد تقنية الفيديو في مونديال روسيا 2018، الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر استخدام تقنية المساعدة بالفيديو، هي التي تساعد في التحكيم في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. الخبر أكده رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي، أكد خلاله أن هذه التقنية تجلب المزيد من الشفافية لكرة القدم. ردود الأفعال على قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا نالت حيزا مهما من صحافة القارة العجوز. صحيفة سبورت الكتالونية كتبت: دي فرانشيسكو، نواجه الفريق الأفضل في العالم. الصحيفة الكتالونية أفردت مساحة لتصريحات المدير الفني لروما عقب القرعة. أوزيبيو دي فرانشيسكو أكد أن فريقه سيواجه أفضل أندية العالم وأفضل لاعب كذلك، ورأى مدرب ذئاب العاصمة الإيطالية أن لاعبيه تمكنوا من بلوغ هذا الدور بشجاعة وعزم والتزام، وهم مصممون بحسب دي فرانشيسكو على المضي قدما رغم صعوبة المهمة. مواجهة يوفنتوس ريال مدريد تعيد إلى الأذهان. نهائي العام الماضي في كارديف والذي حسمه الملكي برباعية توجه باللقب، وصحيفة لافانغوارديا الإسبانية استطلعت رأي أحد إداري النادي المدريدي. بوتراجينيو، يوفنتوس يمتلك عقلية الفوز. إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسساتية في ريال مدريد شدد على صعوبة المواجهة أمام اليوفي الذي يحترمه، لكنه عبر عن ثقته باللاعبين الذين بحسب رأيه أظهروا إمكانيات كبيرة ضد باريس سان جيرمان. بوتراجينيو شدد على خطورة البيانكونيري لامتلاكهم عناصر مميزة وتمتعهم بعقلية الفوز، معتبرا أن تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب في تورينو سيكون مفتاح التأهل إلى نصف النهائي. ماركا نشرت تصريحات مدرب السيدة العجوز وقال فيها: أليغري، أقصينا برشلونة العام الماضي وقد نتغلب على ريال. المدير الفني لليوفي اعترف بصعوبة الموقعة التي ستجمعه بالنادي الملكي مستشهدا بنجاح فريقه من إقصاء النادي الكتالوني الموسم الماضي، ولم يستبعد تحقيق الفوز على الميرينغي. نتحول إلى الصحف الألمانية وسبورت بيرد التي كتبت: يواجه إشبيليا بايرن يتجنب الاصطدام بالكبار. النادي البافاري بحسب الصحيفة استطاع تجنب الاصطدام بكبار أندية أوروبا، مما قد يجعل الطريق ممهدة أمام رجال يوب هاينكس لبلوغ نصف نهائي المسابقة. من جهته رفض المدير الرياضي لبايرن حسن صالح حامديتش اعتبار مباراة إشبيليا سهلة، وبخاصة بعد إقصاء النادي الإسباني لمانشستر يونايتد في ثمن النهائي. شدد على ضرورة اللعب بتركيز عال ودفاع جيد لتحقيق التأهل. القرعة أسفرت عن قمة إنجليزية خالصة. ديلي ميرور نقل تصريحا لمدرب الريدز، نتابعه مع بعض. كلوب يكشف خطته الرئيسية للتغلب على السيتي في دوري الأبطال. يورغن كلوب أكثر المدربين نجاحا بمواجهة غوارديولا بعد تحقيقه الفوز على الإسباني في 6 مواجهات سابقة. المدير الفني لليفربول أكد أنه يعرف خصمه جيدا وصفه بالخصم الأقوى في البطولة، مشددا كلوب على أنه قادر على التغلب على سيتيزنز إذا استطاع الفريق فرض أسلوبه الخاص واللعب بشجاعة. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. الموعد بحول الله يتجدد معكم مساء في قبل الطبع غدا، حلقة مميزة. كنوا في الموعد، إلى اللقاء.